بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. ونسأله سبحانه أن يمن علينا وإياكم بالنفحات الإيمانية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عنونا لهذا اللقاء بعنوان: في ظلال عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وافترقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله. هذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام الربيع في مسنده في باب الولاية والبراءة، ورواه البخاري وغيرهم، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت فيه الأنظار إلى عدة أمور. قبل هذا نريد أن نعيد هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لو أنك ما خرجت من هذا المجلس إلا بوعيك لهذا الحديث وفهمك لمعاني لكفاك شرفا عند الله. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ إمام عادل، والثاني شاب نشأ في عبادة ربه، والثالث رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، والرابع ورجلان تحابا في الله اجتمعا وافترقا على ذلك، والخامس ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إيش؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وفي رواية حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والسابع من هو؟ من هو السابع؟ إيه، بعد ما خرجنا من المحاضرة، من هو السابع؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بماذا؟ بالدموع من خشية الله.
نبدأ مع بداية الحديث. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا السبعة بالذات؟ لماذا السبعة؟ هل هذا المقصود به أن الذين يظلهم الله بظل عرشه هم فقط سبعة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لا، هنا العدد سبعة ليست له خصوصية، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أناس أيضا يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، ولم يذكروا في هذا الحديث. من التاجر الصدوق في ظل عرش الله يوم القيامة، من غزا أو كفل غازيا أظله الله بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وردت أحاديث كثيرة في إنظار المعسر، حتى أن بعض العلماء أوصل الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله فوق التسعين، جمعهم فوق التسعين شخص. إذن العدد سبعة هنا لا يفيد القيد، وإنما العدد سبعة هذا ترد به أشياء متعددة في الشريعة الإسلامية، فيه سر لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. فالسماوات سبع، والأراضي سبع، والطواف سبعة أشواط، والسعي سبعة أشواط، والرمي بسبع حصيات، والأسبوع سبعة أيام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض أمر أن لما مات أمر أن يؤسل بسبع مرات بسبع قرب. وأشياء كثيرة في الشريعة تتضمن العدد سبعة. سبعة يظلهم الله بظله، يظلهم الله بظله. طيب، ما هي المناسبة؟ لما طالما أن هناك أشخاص آخرين سيظلهم الله بظله، إذن ما هو الجامع بين هؤلاء السبعة حتى يذكروا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء أن هؤلاء السبعة تجمع بينهم عدة أمور. من ضمن هذه الأمور أنه تجمع بينهم الرغبة والرهبة من الله عز وجل. الأمر الثاني يجمع بينهم المراقبة لله عز وجل، المراقبة لله عز وجل، لأن الإمام العادل لو لم يراقب الله لظلم الرعية، والشاب إذا لم يراقب الله لا فعل المعاصي في خلوته. والذي تدعوه المرأة ذات الحسن والجمال لولا مراقبته لله عز وجل لفتك بها. والرجل المعلق قلبه بالمسجد لولا مراقبته لله عز وجل لتعلق قلبه بالدنيا. والرجل الذي تصدق بصدقة أخفاها لماذا؟ لأنه يريدها فقط لله، لا يريدها لغيره، لأنه يعلم أن الله هو المطلع المراقب للسرائر. وهكذا بقية الأصناف. الجامع الثالث أن هؤلاء السبعة يؤثر بعضهم في بعض. فبداية من قمة الهرم الإمام العادل، إذا وجد الإمام العادل معنى هذا ستوجد بيئة مناسبة، بيئة صالحة، بيئة طيبة، بيئة لا توجد فيها معاصي، لا توجد فيها مخالفات. فبالتالي كيف سينشأ الشباب؟ سينشأون نشأة طيبة، سينشأون وقلوبهم معلقة بالله، لأنها لا تتعلق بالمعاصي، لأنه لا يوجد مروج لماذا؟ للمعاصي. طيب، إذا وجد الشاب المعلق قلبه بالله عز وجل الذي ينشأ نشأة طيبة منذ الصغر بسبب وجود إيش؟ بسبب وجود البيئة الطيبة، فبالتالي هل سيتعلق قلبه بالمعاصي والدنيا؟ لا، وإنما سيتعلق قلبه بماذا؟ بالمسجد، لأنه منذ الصغر تربى في إيش؟ تربى في المسجد.
طيب ما دام تربى في المسجد إذن سيتربى مع إخوان صالحين، أكيد أنه ستبقى بينه وبينهم ماذا؟ صحبة صالحة، سيبقى بينهم علاقة قوية، فهم سيتحابون في الله لا في غيره عز وجل. إذا وجدت هذه الأخوة الصادقة فإنه سيوجد إيمان قوي، سيوجد إيمان قوي. إذا تربى الإنسان في المسجد سيتربى ضميره على مراقبة الله، وبالتالي لن يتأثر بأي داع يدعوه إلى معصية الله. كذلك إذا تربى على مثل هذا وتربى في المسجد وتربى على الأخوة سيتربى على ماذا؟ على الرحمة، على اللطف، سيجزعه ذلك على الرزق بالمساكين والفقراء والمحتاجين، فبالتالي سيسدي إليهم لأنهم إخوانه، لأنه أحبهم في الله عز وجل، فسيجزعه ذلك إلى العطاء والإنفاق في ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد كل هذا فإن العين لا بد أن تفيض من خشية الله عز وجل. إذن فكل هؤلاء السبعة يؤثر بعضهم في ماذا؟ يؤثر بعضهم في بعض. فهناك جامع الترغيب والترهيب في الله عز وجل، الرغبة والرهبة، جامع المراقبة لله عز وجل، جامع التأثير في هذه الأصناف بعضها في ماذا؟ في بعض. قال بعض العلماء أن الأمور هي إما أن تكون ضروريات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون تتمات. ضروريات، حاجيات، تحسينيات، اللي هي التتمات. الضروريات حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال. قال هذا الحديث يجمع هذه الضروريات كلها، ويجمع الحاجيات، ويجمع الإيش؟ التحسينيات. لأن حفظ الدين إنما يأتي بوجود الإمام العادل، لا يمكن أن يحفظ الدين إلا بالإمام العادل. فإذا وجد الإمام العادل حفظ الدين، وحفظت الأنفس، وحفظت الأموال، وحفظت الأعراض. فالإمام العادل هو سبب لكل خير، لكل ما ينشأ عن لهذه الأصناف الأخرى. طيب الحاجيات، إذا وجد الإمام العادل وتكفل بحفظ الضروريات للناس فإن الأموال ستنمو، وبالتالي ستروج ماذا؟ المعاملات الإسلامية الحقة، وستكثر الأموال، وسيكثر العطاء، وسيكثر الإنفاق في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. طيب إذا كثر المال وكثر الخير وكثر العطاء فاضت الأيدي بماذا؟ فاضت الأيدي بالصدقات، فاضت الأيدي بالصدقات، وتكاثل أبناء المجتمع وتضامن بعضهم مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إذن هذا من الأشياء التي تجمع بين هذه الأصناف الإيش؟ بين هذه الأصناف السبعة. إذن لهذه الأصناف السبعة خصوصية لا توجد في غيرها، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. طيب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، رجل كذا، رجل كذا. هل هذا خاص بالرجال؟ يعني النساء ما يظلل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ لا، هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب. فإنه إذا ذكر الرجل فإن المرأة متضمن ذكرها مع ذكر الرجل، وإنما يشار إلى الرجل من باب التغليب. ولذلك نجد في القرآن الكريم أغلب الخطاب يأتي إلى المؤمنين، ليس ذلك خطابا خاصا بالمؤمنين الذين هم فئة الرجال، وإنما هو خطاب عام للمؤمنين طبعا وللمؤمنات. ولذلك لما ظنت المرأة أن هذا خاص بالرجال هنالك أشار الله عز وجل إليها. تشتكي؟ قطع للحيط. لما جاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقالت يا رسول الله ما بال النساء تذكر الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء؟ فنزل قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن كل ذكر للرجل في القرآن أو في السنة إنما هو خطاب للجميع إلا ما كان خاصا بأحدهم دون الآخر. سبعة يظلهم الله بظله. أي ظل هذا يظلهم الله به؟ يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ظل ماذا هذا؟ قيل أن هذا هو ظل كرامة الله عز وجل وكنف الله وحماية الله عز وجل. وقيل أن المقصود به هو ظل طوبى التي هي شجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة عام. وقيل أن المقصود بظل الله إنما هو ظل عرش الله عز وجل. طيب على هذا القول لماذا يضاف الظل إلى الله عز وجل؟ إكرام للمؤمنين. فظل العرش، ولماذا العرش بالذات؟ قال لأن العرش هو أعظم مخلوقات الله. العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فبالتالي المؤمنين هؤلاء السبعة وغيرهم من ورد في أحاديث صحيحة إكراما لهم وتخصيصا لهذا الإكرام بهم، الله عز وجل يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظله متى؟ يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. أنت أخي في الدنيا تبحث عن الظل، دائما تحرقك لسعة الشمس تتضرر منها. هل تذكرت وأنت تبحث عن الظل في وقت لسعة الشمس، في وقت اشتداد حرارتها، في وقت انتصاف النهار، وأنت تبحث عن الشمس وأنت تبحث عن الظل لما فقدت حذاءك، أنت تبحث عن الظل لما فقدت الشجر، أنت تبحث عن الظل لما فقدت الكنف الذي يأويك، ترى هل فكرت أنك في يوم من الأيام كل هذه الأشياء ستفقدها ولن تجد ظلا إلا ظل الله عز وجل؟ أعرفت أنك في يوم من الأيام ستحشر إلى الله عز وجل حافيا عاريا لا حول لك ولا قوة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أما علمت يا عبد الله أن معالم الدنيا جميعا تتغير في يوم القيامة؟ أما علمت يا عبد الله أنه لا يوجد في ذلك اليوم شجر ولا حجر ولا مدر؟ أما علمت يا عبد الله أن قوة الدنيا جميعا لو حاولت أن توجد لك ظلا، أن توجد لك شيئا، لن تستطيع، لأن القوى جميعا تخرس إلا قوة الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل فكرت يا عبد الله وأنت لم تستطع أن تقف في وقت الصيف لمدة نصف دقيقة لا تستطيع أن تقف في لسعة الشمس في وقت الصيف بدون حذاء، هل علمت أن من وقف في يوم القيامة سيقف يوما كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون؟ هل علمت يا عبد الله أن الشمس الآن تبعد عنك ملايين السنوات الضوئية ومع ذلك أنت تتأثر بها؟ ربما تمرض، ربما تصاب بإغماء، بسبب ماذا؟ بسبب حر الشمس. سبحان الله. أما علمت أن يوم القيامة ستقترب الشمس من الخلائق ولا يبقى بينهم وبينها إلا مقدار ميم؟ والميم قال بعض العلماء أنه هو المرود الذي تكحل به العين، ولذلك سيتصبب العرق من الناس.
منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه. هل فكرت لتكون واحدا من هؤلاء السبعة حتى تقي نفسك كل هذه البلاوي؟ هل فكرت يا عبد الله أن عذاب الله شديد وعذابه أليم وعذابه لا يطاق سبحانه وتعالى؟ هل علمت أن عذاب الله إنما يستحقه العاصي والمشرك، هما اللذان يستحقان هذا العذاب؟ أما إن كنت وحرصت وجاهدت نفسك لتكون من هؤلاء السبعة فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون ممن يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الحديث يا إخوان يؤتى يوم القيامة بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل النار، أكثر واحد متنعم في الدنيا وهو في الدنيا، ولكن يوم القيامة صار من أهل النار فيؤتى به فيسأل: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل جاء لك يعني تنعمت؟ ينسى كل ذلك النعيم. لماذا؟ لأنه دخل في نار جهنم. قال: ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط، كل ذلك نسي بسبب شدة العذاب الذي يعانيه في نار جهنم والعياذ بالله. والعكس، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، كان بئيس في الدنيا لكنه في الآخرة صار من أهل الجنة، فيسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك سوء قط؟ قال: ما رأيت شرا قط ولا مر بي بؤس قط. ينسى كل ذلك البؤس، 80 سنة اللي عاش في بؤس وفقر وعذاب وضنك من العيش، كل ذلك ينساه بسبب تنعمه في نعيم الجنة. يا إخوان، الناس يوم القيامة سيبحثون عن الظل، الناس يوم القيامة سيشتد بهم الوقوف بين يدي الله عز وجل، الناس يوم القيامة سيلجؤون إلى الرسل حتى يشفعون لهم بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى ليخلصهم من ذلك الموقف. أما أنت يا عبد الله، يا من سعيت لتكون من هؤلاء السبعة، فإن ذلك سيمر عليك بردا وسلاما كمثل حلبة الشاه، لا تحس بشيء. لماذا؟ لأنك سجنت نفسك في الدنيا، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حتى أن العلماء قالوا أن من ضمن الأشياء التي تجمع بين هؤلاء السبعة مخالفتهم للهوى، والظلم من شيم الكرام، فإن تجد فإذا يعني الأصل أن الحاكم يكون ظلوما غشوما، فإذا رأيت حاكما لا يظلم لا يغشم يكون عادلا، هذا قد خالف الهوى، لأن الهوى أساسا يدعو إلى الظلم. دائما الإنسان له سلطة، أساسا نفسه هوى يدعوه إلى الظلم. فالإمام إذا خالف هواه وتبع أمر الله فإذا هو يستحق أن يكون في ظل الله. الشباب والصبوة الأصل يدعوان الشاب إلى ماذا؟ إلى المعصية، إلى فعل الفاحشة. فإذا رأيت شابا يخالف طبعه فيستقيم وينشأ على طاعة الله، إذن هذا قد خالف هواه. الأصل أن المحبة إنما تكون للشهوة، لا تكون إلا لمصلحة. فإذا رأيت إنسانا يحب آخر لا يحبه لمصلحة ولا لشهوة ولا لمراد، فإذا هذا قد خالف هواه. الأصل أن الإنسان عندما تأتيه امرأة بنفسها متجملة ومتصفرة ومتزينة وتتدل لعل أمامه ويتركها، إذن هذا خالف هواه، لأن الهوى يدعوه إليها. الأصل أن الإنسان إذا وجد عنده المال الأصل أن يكون شحيحا، فإذا تكرم بهذا المال
وفوق هذا التكرم يخفي ولا يريد أن يعلمه أحد. لأصل أن النفس تحب أن تعرف بما تفعل، فإذا هذا قد خالف هواه. الأصل أن الإنسان لا يبكي خوفا من الآخرة، وإنما يبكي خوفا من فوات الدنيا. فإذا بكى خوفا من فوات الآخرة وخوفا من عظمة الله، فهذا قد خالف الأصل النفسي والهوى الذاتي بين هؤلاء الإيش؟ هؤلاء السبعة. فإذا استحقوا بسبب مجاهدتهم، مناضلتهم، مخالفتهم لهواهم، مراقبتهم لله عز وجل، رغبتهم فيما عند الله، استحقوا أن يكونوا في هذا الإكرام العظيم الذي هو إكرام ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهل سعيت أنت لتكون منهم؟ اجلس مع نفسك ولا تجعل هذا الحديث يمر عليك هكذا من غير تفعيل في واقع حياتك. فعل هذا الحديث في واقع حياتك، واسعى سعيا حثيثا لتبني لنفسك ظلا ظليلا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. اسعى لتكون من أهل هذه الحوزة الربانية. اسعى أخي قبل فوات الأوان، قبل أن تقف حسيرا كسيرا ذليلا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، منكس الرأس مسود الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فاسعى أن لتكون من أهل رحمة الله عز وجل. نعم، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة؟ إمام عادل. ابتدأ بالإمام العادل، لأن مثل ما قلنا، لأن الإمام العادل هو سر، هو الأساس. العدل، الملك هو الأساس، والعدل حارس لهذا الملك. فكل عدل، فكل ملك لا يكون العدل حارسا له سيكون مصيره إلى الانهيار. الإمام لا تستغني عنه الأمة، ولذلك قال العلماء أن تنصيب الإمام واجب، تنصيب الإمام واجب، لأنه به يتقى الله عز وجل، وبه يجاهد في سبيل الله، وبه تقوم المصالح، وبه تتوحد الأمة، وبه تجمع الكلمة، وبه ترفع راية الدين، وبه يعم الخير والفلاح والنجاة. نعم يا إخوان، لذلك سعت الأمة إلى أن تنصب لأنفسها حكاما عادلين، حكاما صالحين بإجماعهم، بمشورتهم، بمشورة أهل الحل والعقد، منذ أبي بكر الصديق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن ما قال إمام بس، حاكم بس. لو قال حاكم بس كان وجدهم يفرحون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذا، قيد هذا الإيمان بإيش؟ بالعدل. لأن العدل هو الميزان القسط الذي أراده الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحكم بالعدل هو الأساس الذي يريده الله عز وجل. المقسطين، جاء في الحديث عن رسول الله أن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين عدلوا في أهليهم وفيما ولوا. يأتي الحاكم يوم القيامة مغلول، إما أن يفكه عدله، وإما أن يرميه غله والعياذ بالله في نار جهنم. نعم يا عباد، يا من وليت أمر الناس. وهنا الإمامة طبعا
تشمل الإمامة الكبرى وكل الإمامة الصغرى، سواء كنت حاكما في بيتك أو كنت حاكما في وظيفتك أو كنت قاضيا بين الناس، يشملك هذا. أنت في بيتك لابد أن تكون عادلا بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أحد الصحابة يريد أن النعمان بن بشير يريد أن يعطي ابنه، ينحل ابنه، قال: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جو، هذا ظلم، هذا ظلم. فأنت إمام المسلمين الذين ولاك المسلمون لتصلي بهم، إذن أنت إمامهم، أنت وفدهم إلى الله عز وجل. الإمام هو وفد الله. فانظروا من تفدون إلى ربكم، وفدكم إلى ربكم، فانظروا من تفدون. أنت وليت لتكون مصلحا بين الناس، لا بد أن تكون مصلحا بالعدل، وإلا إن حكمت بالجور في هذا الصلح فأنت مأثوم غير مأجور والعياذ بالله. لو وليت على أمر يتيم لا بد أن تكون عادلا ناظرا فيما يصلحه بفضل الله سبحانه وتعالى. لما ترك المسلمون توليتهم لأئمة الخير ولأئمة الصلاح ولأئمة العدل، انتكست رايتهم وتفرقت كلمتهم وتنازعت قلوبهم، وسهل على عدوهم أن يسيطر عليهم وأن يشتتهم شذر مذر وأن يفعل بهم ما يريد. لكن لما كانت كلمتهم قوية وأيديهم متحدة ويد الله مع الجماعة، هنالك نصرهم الله مع قلة عددهم وعتادهم. فالإمام ناصر بن مرشد رحمه الله كان ابن 20 سنة لما ولاه المسلمون أرض عمان، فماذا فعل؟ وحد الكلمة وجمع الشتات ونصر الله به راية الدين، حارب البرتغاليين، القوة التي كان الناس يظنون أنها القوة التي لا تقهر، التي قهرت الكثير من القوى في الشواطئ الهندية وفي غيرها. ومع ذلك استطاع هذا الإمام بقوة الله وباتصاله برب العزة والجلال أن ينصر هذا الدين وأن يقهر هذه القوة وأن يبني مجدا للأمة الإيمانية بفضل الله سبحانه وتعالى مع صغر سنه وقلة عتاده. وأصبح لأهل عمان قوة في الشرق، لا قوة لا تنازع بفضل الله عز وجل، مع أن الدولة العثمانية كانت قائمة، ولكن الدولة العثمانية اضطرت إلى أن تستعين بقوة الدولة العمانية. الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي رحمه الله لما كان ساعيا لإقامة العدل في أرض الله سبحانه وتعالى، نصره الله عز وجل واستطاع أن يقهر نواحي من الدولة الأموية التي هي دولة اليمن، وأن يقيم لنفسه دولة لولا أن هذه الدولة كانت فتية، وأن الناس استمرأوا الظلم، وأن الناس تقلبوا في رغل العيش، وغيرت عندهم المفاهيم وقلبت عندهم الصور الحقيقية، وإلا لكانت هذه الدولة سيكتب لها النصر والتمكين بفضل الله عز وجل. الدولة الرستمية مع أنها دولة كانت نائية ومع قلة رجالها ومع قلة أتباع المذهب في ذلك الزمان، إلا أنها استطاعت أن تبقى لمدة قرن من الزمان دولة قوية حاكمة بالعدل، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، تهابها الكثير من الدول الكبرى في زمانها. فالعدل يا إخوان هو أساس بقاء الملك، العدل هو أساس بقاء الملك. إن الله لا يبقي الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يفني الدولة الإسلامية إن كانت ظالمة، فالظلم هو أساس الخراب، والله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب الفساد،
إنما لا يحب المفسدين. فأي إنسان مفسد ولو كان موحدا ما الفائدة من بقائه؟ لا فائدة من بقائه. ولذلك قال علماؤنا بوجوب محاربة الحاكم الظالم، ولو كان حاكما لكنه ظالما أجاز الخروج عليه. لماذا؟ لأن ما الفائدة من بقائه وإن كان موحدا وهو ظالم مخالف يعني مجاوز لحدود رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، إمام عادل، الإمام العادل كما قلنا هو سبب لكل الصلاح، لأن الإمام العادل سيقيم مدارس إيمانية، مساجد يشع منها النور وتنطلق منها قوافل الإيمان، معسكرات إيمانية ينطلق جيشها من المحراب من كلمة الله أكبر، تدوي ذلك المعسكر، وتنهض الهمة في ماذا؟ في رجالاته، لينهضوا محاربين في سبيل الله عز وجل. الإمام العادل هو الذي سيقيم معاملات إيمانية، يحارب ما يحاربه الله عز وجل، ويبغض ما يبغضه الله، لا يروج لربا ولا يروج لفساد، لأنه لا يريد أن يبني دولته على الفساد، لأنه يعلم أن الدولة إن بنيت على الفساد فإن مصيرها إلى الفساد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم؟ ما يستوي هذا وذاك أبدا. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه. لما وجد الإمام العادل وجد الشاب الذي ينشأ في عبادة الله، لقي المساجد مفتوحة، لقي فيها حلقات القرآن، لقي فيها إشعاع النور، وجد فيها مثل هذه المحاضن التربوية الطيبة، وجد فيها رجال يسعون إلى الخير. لما راح المدرسة وجدها مصدر لإشعاع الخير، ما وجد أن كتاب التربية الإسلامية كتاب مخلخل، ما وجد أن كتاب التربية الإسلامية لا يبني نفسا ولا يشع منه نورا، ما وجد أن دوي الموسيقى يجلجل في مدرسته منذ الصباح، وإنما وجد القرآن يجلجل في مدرسته منذ الصباح الباكر. عندما دخل إلى المحلات، دخل إلى أي مكان، وجد الصلاح منبة لكل خير في كل مكان. لذلك سأت نفسه، إن لم تجد مثل هذه البيئة هل لك عذر في أن تبتعد عن النشأة المحمدية؟ كلا، بل صارع وامسك، فالماسك على دينه كالماسك على الجمر يا أخي. أنت لك أجر مرتين، أجر الإيمان وأجر ماذا؟ وأجر الإمساك على دينك والتمسك بدينك وباستقامتك في وقت ترك الناس فيه الاستقامة، ترك الناس فيه طريق الخير والصلاح. جاء في الحديث إن الله لا يعجب من الشاب لا تكون له صبوة. يعني أنت شاب عندك غرائز، عندك شهوات تستعر في نفسك، ومع ذلك تكبتها، ومع ذلك تسكنها، ومع ذلك تجاهدها، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء رضوان الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، أنت الآن عندما في مثل هذا الزمان عندما تستقيم أنت نور يشع، وأنت خير يملأ الوجدان. ولا تؤجل استقامتك إلى مشيدك، لأن النهار يا إخوان تقول ابنة سيرين، تقول يا أيها الناس اعملوا في الشباب فإن الشباب هو القوة، وإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. الشمس عند المغيب ما تملأ كل الأرض، وإنما تكون في جزء منها، أما في نصف الظهيرة
فإنها تملأ كل الكوكب كل الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت شمس بإذن الله سبحانه وتعالى، أنت مصباح ينير الطريق، أنت ظل الله في أرضه، إن جاهدت وناضلت وكنت إماما يقتدى به في الحق، أنت ذلك المناضل وذلك المجاهد، تجاهد شيطانك، تجاهد نوازعك، تجاهد شهواتك، تجاهد بيئتك المنتنة، فأنت إذن تمشي عكس التيار، إذن كم لك من الأجور والحسنات عند الله سبحانه وتعالى. إن تربيت على الصلاح، بعدين لماذا تؤجل؟ أما ترى قوافل الموتى جميعا كل يوم تشيع وهي من الشباب؟ كل يوم ما من بيئة، ما من مجتمع، ما من بلدة، ما من قرية إلا وتودع شابا من شبابها وفتيا من فتيانها. إذن ماذا تنتظر؟ هل تنتظر أن يكون مصيرك كمصيرهم؟ هل تنتظر إلى أن يقرع عليك ملك الموت بابك ثم يأخذك إلى غير ردعة؟ ماذا أنت قائم لله عز وجل عندما تضيع جهدك، تضيع جوارحك، تمتص، تجعل الشهوات تمتص قوتك؟ ماذا أنت قائم لله؟ كيف سيحفظ الله عز وجل لك هذه الجوارح عند الكبر وأنت لم تحفظها عند الصغر؟ يقول أحد الصالحين، قال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. يقول لك: لا تعقد ولدك يا أخي، لا تعقده من يوم صغير وانت تجيب على المسجد، مسكين الولد تورقه من الساعة من صلاة الفجر، وخلاف تكون مع مدرسة، وخلاف مع عرض هيش، عاد الولد هيش يبقى منه؟ سبحان الله، معاذير يعتذر بها الشيطان للناس. ما رأينا الشباب الذين ربوا على الصلاح إلا والله عز وجل وفقهم إلى الثبات بفضل الله عز وجل. الشاب الذي ينشأ منذ الصغر، لأن ينشأ وهو مستقيم على رجليه، أما ذاك اللي أول منكسر وبعدين رحت يعني تجبره، أكيد إنه لازم رجله يعرفوها أن هذا فلان منكسر، فلان مشيته ما سيده، أكيد مستوعب لحاله، أكيد طايح مكان. ليش؟ لأن مشيته فيها عوج، يحتاج لفترة إلى أن يقوى عوده مرة أخرى. فإذا تركت ابنك للبيئات الملوثة، لشياطين الإنس، للدش، للقنوات، للهواتف، تركته، ثم بعد ذلك تأتي وتتندم، تأتي وتتحسر على ضياع ابنك، من السبب؟ أنت السبب يا أخي. يشتري لابنه هاتف من الهواتف الغالية هذه، مش الكبير يعني، يقول عاد خلاص من اسم الجليل هذا، ايفون وما اعرف ايش وما شاء الله، انت اللي راتبك 1000 ما قادر تشتريه، وهو ما شاء الله ولد في الصف التاسع والصف العاشر، ايش هذا بيدير؟ بيدير بهاتفه هذا تجارة العالم؟ انت تفسد ابنك، لان يا اخي ثق تماما ان ابنك هذا يرسل رسائل وترسل اليه رسائل عبر برامج الهواتف، عبر برنامج الشات وغيرها من البرامج. ابنك هذا غارق الان في الفساد، ابنك هذا شاء ان ابى ترسل اليه صور دعارة عبر الهاتف، صور داعرة، صور فاسدة. تجي البنت تضحك على ابوها: ابوي انا تو في 12 في 11 ومطلوب علي بحوث، وبالتالي ابغاك تفتح لي نت في البيت، وما ان شاء الله حضرت عشان بنت تجيب الاولى يفتح لها نت ويخلي لها غرفه مستقله، وبالتالي ما شاء الله بنتنا اليوم كيف ورمات عيونها من شده السهر، تسهر باغي تجيب نتيجه طيبه ما شاء الله في 12. الان مساكين يفكر بنت ما شاء الله تراجع الى الساعه الثانيه، والبنت جالسه تراسل في امريكا، البنت في امريكا وهو يفكرها في البيت، البنت جالسه في استراليا وهو يفكرها في البيت، البنت تواعد الشباب وتراسل ما شاء الله، والاب الاخر جزاه الله خير: بنتي يا بنتي لا تسهري عمرك، لا تتعبي عمرك واجد، لا يا ابوي انا ابا خدمك،
جزاك الله خير مشكورة ومأجورة، وفي النهاية ماذا؟ وفي النهاية ضياع ودمار، وفي النهاية جاء واحد يدور له بنت من عند الباب، ها من هذا؟ قال والله بنتك رسلت لي رسالة عبر النت وعدتني وصفت لي المكان، من هين جاي متورد؟ جاي من أقصى عمان جاي يدور هذه ليش رسلت لي العنوان عبر النت؟ أمس الساعة الثانية من الليل لما كنت أنت نايم وتفكر بنتك تراجع، من السبب؟ أنت، أنت الذي دمرتها، لأنك ما نشأتها نشأة طيبة، وإنما نشأتها على الفساد وعلى عدم المراقبة والإهمال. بنت ما شاء الله من سجلها الكلية 4 سنوات ما يعرف باب الكلية هنداية، ما يعرفه كيف البنت، بس الشمج زاه الله خير، شمجنا ما مقصر، كل سبوع يشل لنا بنت الجامعة، جزاه الله خير الشمج، أصار الشمج يلعب العوب هناك، الشمج خطف على الأولى، والسنة الثانية سجلوا الثاني واخطف عليها، والسنة الثالثة اكتشفوهم بعدين بعد ما خطف عليهم بثلاثهم حصدهم الشمج، بعد ذلك اكتشفوا ان الشمج هذا حاميها حراميها، خطف على ثلاث البنيات كلهن، والآب ما شاء الله لأن ما نشأ ابنته على الفصل وإنما نشأها على الاختلاط، لأنه نشأها على المعصية على المخالفة لأوامر الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قال والحم يا رسول الله، قال الحم الموت، هو الشمج هذا الموت. وحضرت ما شاء الله مأمن في الشمج، البنت تدرس في الجامعة 4 سنوات يقول أنها تدرس في الجامعة، هين بنتك؟ بنتي في الجامعة. جانتها من أيام زرتها؟ قال لا. هين تسكن؟ ما أعرفها، ما يعرف هين تسكن. وبعد 4 سنوات اكتشف أن البنت ما كانت تدرس أصلا، وإنما كانت في أحضان المومسين والمومسات. إيه نعم يا إخوان، واحد جاي يخطب لبنت شخص، وهذا الشخص معروف في الحارة أنه مصاب بالإيدز، فراح يسأل عنه، راح أخوتها يسألوا عنه لأنه سامعين أنه مصاب بالإيدز، فالمهم استدعيوه في الصحة، كيف أنت تخطب وأنت مصاب بالإيدز؟ قال لأن هذه البنت اللي أنا أخطبها مصاب بالإيدز، ومن الذي نقل إليها الإيدز؟ قال أنا. كيف؟ قال لأن هذه البنت أنا وضع عيني عليها من يوم صغيرة بتزوجها، ولكن لما أصبت بالإيدز عرفت أني ما بيزوجوني إياها، وبالتالي كنت أخاتلها هناك في الجامعة وإلى أن أوقعها في الزنا. 4 سنوات البنت تراجع المستشفى مصابة بالإيدز، والآب ما عنده خبر، ويوم عرف انزل من الكرسي وقام يصيح وقام يبكي، من السبب؟ أنت السبب. تنشأها من خلصت الثانوية بنت، بدل ما تجلس في البيت بينشأها النشأة الطيبة ما شاء الله، أي راح يسجلها في السوبر ماركت في المحل الكبير عشان بنته يعني يتفاخر بها ما شاء الله، محاسبة جيدة. فلذلك عشان حضرتها تحاسبك على ريال، انت ماشي تحاسب بريال، وهي تفتح لك كمتها 10 مرات، أتفتح وبتصلح وتفتح، يا بنت الحلال خلصيني، طيب إن شاء الله، وبتصلح كمتها وبتصلح الدبوز وبتصلح ما أعرف إيه، 10 مرات بالمجان تراويك صفحة العنق وصفحة الجيب وصفحة الصدر بالبلاش. وحضرته يباع عشان ما تجلس في البيت، أحسنت له في 20 ريال ولا نخليها في البيت، طبعا عشان يضحكها فلان وعلان. ويا إخوان ما هنا الدميرة حتى المطاوعة حتى رعات اللحى ضاعت كرامتهم وشيمهم، أخذوا بناتهم إلى المحلات إلى الوزارات إلى المؤسسات عشان يشتغلن، عشان يجيبن له ذاك السمن يقطر له في آخر الشهر. مخلنها في مكتب في 10 أنفار، قال كيف الحمد لله هذه زوجتي متربية. ايش زوجتك متربية؟ زوجتك يعني أفضل من فاطمة الزهراء التي قال سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما الخير للمرأة؟ قال ألا ترى الرجل ولا يراها الرجل، قال ذرية بعضها من بعض. فرح صلى الله عليه وسلم لأن شاف بنت صح هي التي يريدها، قال ذرية بعضها من بعض، ما ماشي خشها في وسط
تجيب الفلوس؟ سبحان الله، أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين التربية الطيبة؟ هذه ديافة يا إخوان، لو بعد ما كفاه يشلها في مكتب، راح يشلها بعد ما تكون شرطية وبعد ما تكون عسكرية. بنت ليش؟ عشان ما تجلس في البيت وتضيع دراستها 12 سنة يروحن عليها بلاش. سبحان الله، يباها تكون ضابطة ويدربها المدرب. وطبعا انتم عارفين اللي في العسكرية، اذا واحد خالف قوانين العسكرية لازم يدبلوه. يعني ايش يدبلوه؟ يعني خليه يسحق في الميدان على يديه ورجوله. فحضرتها ما شاء الله تسحق على يديها ورجولها في الميدان، لان الضابط، لانها مخالفة للقوانين. سبحان الله سبحان الله، مصائب. وحضرت بقى انها ممرضة في قسم الرجال، عشان ايش؟ عشان تكون يعني لما واحد من الرجال يبقى يجهزوه، بالتالي بنت فلان ابن فلان تجهزه، يعني تسبحه، يعني تنظف اماكن العورة. يعني كان واحد من الاخوان، واحد من الاهل منور في المستشفى، فباغي يروح دورات المياه، فجاي واصلين له حرمة بنت، قال ما نريد رجال. قالت له بنفسها، قالت له ماشي من رجال وحرمة كلنا واحد، ايش اللي تباح من نفذ لك اياه؟ ما شاء الله، متواضعة، هذه محترمة. هذه هي التنشئة الطيبة التي الآن ينشئ الآباء أبناءهم وبناتهم عليها. وبعدين يصرح المجتمع أن المجتمع ضاج من كثرة الإيدز، المجتمع ضاج من الاختطاف البنات. ايش الاختطاف؟ من السبب؟ أنت السبب. ألقاه مكتوبا في اليم وقال له إياك أن تبتل بالماء. ما يحزن إذا شاف ولده ما يصلي الفجر، ولا يحزن إذا شاف ولده ما يقرأ قرآن، لكنه يحزن إذا لم تقبل حضرتها في ماذا؟ في المحل التجاري. يحزن حزنا شديدا، ويحاول أن يبحث لها عن وساطة وشفاعة لأن تقبل. إذن أنت السبب في دمار المجتمع إذا لم تنشئ أبناءك التنشئة الطيبة. أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعقل والديه والديوث. قالوا من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يرضى السوء في أهله. الناس يا إخواني فكروا أن الزنا فقط هو زنا الفرج. يا أخي العين تزني والأذن تزني واليد تزني والأنف تزني، يوم تشم منك ريحتها يشممها رجال، هذا ما زنا؟ شم منك ريحة بنتك وريحة يعني عرضك. سبحان الله، وأنت تشاهد وأنت ترضى بابنتك، وبعدها تجي متزينة متبخترة لابسة ذاك اللباس اللي أعوذ بالله منه، ومع ذلك هو شاهد عليها، هو يعرفها وينظر إليها. وعاجبنا هذا المنظر. هذه هي التنشئة الطيبة التي ننشئ عليها بناتنا وأبناءنا. هذه هي التنشئة التي ستسأل عنها يوم القيامة. أنت مسؤول شئت أم أبيت. لن تنفعك الصلاة، ولن ينفعك الصيام، ولن ينفعك غيره من الأعمال، طالما أنك لم تقم بواجب التربية، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طالما أنه لم يمتلئ قلبك شفقة على الدين وحبا لنصرة الإيمان. إن لم يمتلئ قلبك بمثل هذا فلن ينفعك دينه. إن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه أنه مهلك من أمته 70 من خيارهم، من أشرارهم، و40 من خيارهم، 40,000 من خيارهم، ما بال الأخيار؟ قال لم تتمعر وجوههم من أجلي. لأنهم إيش؟ لم تتمعر وجوههم من أجلي. سبحان الله، إنه لأمر عجب. فربي ابنك، ربيه التربية الحسنة. الأرض الصبخة لا تنبت نباتا إلا مترعرعا لا فائدة فيه، عوده ضعيف وثمره مر. أما الأرض الطيبة يخرج نباتها طيبا بإذن الله،
والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب ايش قالت الآية؟ بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ايش؟ إلا نكدا. وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال ايش؟ إني أخاف الله. تتوقع أحد يقول كذلك؟ والله إذا وصلت الأمة إلى هذه الدرجة إني قلها إني أخاف الله جايتنا متصفنة ومتلعة ومتزينة وما أعرف إيش وما باقي شيء وقلها إني أخاف الله إذا المجتمع بخير والمجتمع فيه من مثل هذه الأصناف الطيبة. لكن ليس كلهم ليس كلهم. هناك من يجعل يوسف عليه السلام قدوة لنا في مثل هذا المجال. هنا معلومة يقول أحد الباحثين لهذا الحديث يقول النبي يوسف اجتمعت فيه كل هذه الصفات السبع. فهو إمام عادل وهو شاب نشأ في عبادة ربه وهو رجل قلبه معلق بالمسجد وهو رجل دعته زليخة ذات الحسن والجمال فقال إني أخاف الله وهو رجل كان بينه قد أحب أداه في الله عز وجل أحب أداه في الله عز وجل وهو رجل كان محسنا فالله وصفه بالإحسان في القرآن الكريم وكانت عينه تفيض. هذا مما لا يشك فيه. فقد اجتمعت فيه كل هذه الصفات وهو الذي قال الله على لسانه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. متى يستطيع الإنسان أن يقول للمرأة إني أخاف الله؟ إذا امتلأ قلبه خشية وخوفا وإجلالا وتعظيما ومراقبة لله عندما يصل إلى درجة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كنت أتمنى أن أنهي هذا الحديث دراسة وتبيينا لمفرداته ولكن أرى أن الوقت يعني قد خرجنا عن معهوده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نظر وجوههم بنظارة الحسن والجمال بفضل منه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا وحصن فروجنا بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اسمك يا ولد؟ من اسمك؟ أنت معنا من أول محاضرة؟ من الشباب معنا من أول محاضرة؟ أنت معنا من أول محاضرة؟ ها؟ قم واقف. ليش فزعان؟ يلا جيب لي الحديث. أقل شيء يعني تخرج من أي مجلس بالحديث. يلا أنا بغششك شوي شوي. قال رسول الله نعم صف كم أنت؟ صف السادس. ما خفتوا هذا الحديث؟ هذا الحديث يمكن صف العاشر. إيش؟ هات يلا سبعة. ما صاب ما صاب. ما من زميلك هذا؟ من اسمك أنت؟ ها؟ قم واقف. صف السابع. لما تحضر محاضرة احضر عندك القلم والقرطاس. قيد العلم بالكتاب. زين؟ هات يا من اسمك أنت؟ أسامة بن زيد. ما شاء الله. هات شوف كيف. لأن إحنا لما نحضر المحاضرة ما نحضر حتى نبقي المعلومات دائما معنا. نحضر حديك الحين وخرجنا من هنا والسلام عليكم. قلنا نخصر للمحاضرة. قالك يا أخي المحاضر تكلم عن الصلاة تكلم عن الزكاة. طيب أعطيني ملخص الصلاة والزكاة دي كلمتين اللي ذكرها بس أنا ملخص للمحاضر ما يعطيك. يمكن تلقى 90% 95% ما ممكن يعطيك ملخص خمس دقائق محاضرة في ساعة وعشرين دقيقة.
أغلب الحضور ما يمكن يعطيك ملخص 5 دقائق. لماذا؟ لأن ما نحضر لأجل العلم، وإنما نحضر فقط يعني رغبة كذا، تأثر نوعا ما، محاضر جديد كذا يعني. ولذلك أنا ما أريد أقول يعني نعمل الآن استبيان حل كل، نبدي بالصغار بس. هات يا سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أها عسى تكون أنت وشاب نشأ في عبادة ربه. ها ها ايش سويوا؟ احسنت. طيب انا بعيد الحديث بنفسي، شكرا. ولا حد بيقوله؟ حد مستعد يجيب الحديث؟ معقوله؟ لا تخيب ظن عليك. ذا سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إيش؟ تعالي. فقال إني أخاف الله. ورجل قلبه معلق بالإيش؟ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا وافترقا على ذلك. ورجل إيش؟ تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم إيش؟ شماله ما أنفقت يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله. فأحسنتم وبارك الله فيكم.